هذا فيه أن الإنسان يلتزم الطاعة ويستقيم عليها رجاء أن يختم الله بها، والله عند ظن عبده به، ويحذر من السيئة ويخاف من عاقبتها خشية أن يختم له بها، في احتاط. وفيه أن الأمور قد ما تكون على الظاهر، فيكون العمل الصالح في الظاهر رياء يعاقب به صاحبه، وتكون المعصية في الظاهر غير مقصودة أو بجهل فيعفو الله عن صاحبها. فلا بد من انتباه، ولهذا ما يحكم على العاصي الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بالصدق، ما يشهد يحكم عليه بالنار، ما يجزم، ما يقطع بالنار إلا لمن أخبر الله عنه ورسوله. وهكذا العمل لظاهر الصلاح ما يجزم بأن صاحبه من أهل الجنة، إنه قد يكون رياء، قد يكون لغرض دنيوي، لكن من استقام رجيت له الجنة، ومن لم يستقم أصر على الفسق خيف عليه من النار، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرى الناس، فيما يرى الناس، يكون على عمل من عمل أهل النار فيما يرى الناس، يكون على عمل من عمل أهل الجنة فيما يرى الناس، والذي على عمل أهل الجنة يدخل النار، والذي على عمل أهل النار يدخل الجنة. يعني العبرة بالخواتيم. خذ هذا مثال الآن، هذا رجل مع الصحابة رضي الله يجاهد، وشجاع، شجاع وعلى بصر بالحرب، لا يترك شاذة ولا فاذة للمشركين، للمشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه. فعجب الصحابة منه، من جلده في الجهاد وسداده، فقالوا ما أجزأ منا اليوم، ما أجزأ فلان، أحسن واحد فينا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. كيف من أهل النار؟ وهذا عمله. كاد بعض الصحابة أن يرتاب يشك، فقال أحد شباب الصحابة أنا صاحب أجيب لكم العلم يعني. فلما نشبت الحرب مرة ثانية اتبعه، إن وقف وقف معه، وإن مشى مشى معه، يركبه وهو الحرب. فأصابت ذلك الرجل جراحة شديدة جزع منها، فلم يتحمل، فجاء وجعل نصب السيف على الأرض، مقبض السيف على الأرض، وذبابه الحاد، طرف الحاد بين ثندوته، وتحامل على السيف ففرج به صدره وقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا، كان من شأنه كذا وكذا. قال قم يا بلال نادي في الناس، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل فاجر، وسخره الله للمسلمين، ولا يبتغي وجه الله بجهاده، ولم يرضى بقدر الله ما صار، ويحتسب من هذا في سبيل الله. فهذا نموذج. النموذج الآخر الرجل الذي كان مجاورا لرجل صالح وهو مسرف على نفسه من كان قبله، فكان الرجل الصالح لظاهره الصلاح ينهى هذا الرجل المسرف على نفسه عن معاصيه، ويتكلم عليه ويشدد عليه، ف
خرج مرة الرجل الصالح ورأى هذا على سرفه ومعاصيه، فأعجب بنفسه وتحجر على الله عز وجل، فقال والله لا يغفر الله لفلان. تعدى من؟ تعدى حدود الله، تعدى على الله عز وجل في سلطانه. تعلم الغيب، تعلم حكمة الله. فغضب الله عز وجل، قال من ذا الذي يتألى علي، يعني يحجر علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. في رواية أدخلتك النار. فهذا كان مسلم على نفسه، وكان عند جهل، كان مبتلى بنفس ضعيفة، ما تصبر، ما هو إرادة المعصية والعناد لله جل وعلا، لا، لكني مغلوب مفتن، وربما أن يتوب بينه وبين الله في كل مرة، فغفر الله له. مثل ما جاء في الحديث إن الرجل يعمل السيئة ثم يستغفر، يقول ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم تكرر منه ثانية ويقول الله عز وجل كذلك، تكرر منه ثالثة ويقول كذلك، حتى يقول قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليش؟ لأنه عنده خوف، عنده وجل من الله عز وجل، لكنه مبتلى بنفس ضعيفة وبقلة معين، فيندم كل ما أذنب ندم وتاب إلى الله عن صدق. ومثل الرجل الذي كان يؤتى به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى حمار، كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلده، قيم عليه الحد، تكررت، فقال رجل أخزاك الله، ما أكثر ما يشرب الخمر هذا. فقال صلى الله عليه وسلم قد سمع، لا تقول أخزاك الله، فإنه يحب الله ورسوله. هذا السر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الغيب من الله جل وعلا. هذا الرجل مفتن، مفتن تواب، ما عنده عناد ولا عنده جرأة على الله عز وجل، لا، لكنه ضعيف النفس مغلوب، ومع ذلك يندم ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. وذاك مغرور بنفسه، يعمل الصالح ومغرور بنفسه، معجب بنفسه ومدلل بعمله على ربه، فخاب وخسر. نعم.